شغال واحيانا معطل وينك ابن الحلال جاكم سنان بشحم ولحمه لشتيت مشوار سجل رقمه اليوم الزفتي ده محمود وش الزفت؟ أنا مش عارف أكلم منيرة يا عم، مفيش شبكة خالص يا جدعان. لحين أنت تغني يا اليوم الزفتي ده؟ ومنيرة تقول إيه اليوم الحلوي ده؟ عشان نجمة ما تكلمت والله مرتاحة مبسوطة والله داخلة النار. عشان كدابة يا عم، بطل بقى تلف عليا بقى. وش بي ذا؟ ما مالي عن بنزين؟ بنزين لو بي بنزين نجي لعانا ما يوقف عنا، بس اكيد الناس دي النظيفة دي مش هتيجي تاكل من عندي يعني. وحد الله! وحد الله! وحد الله! خافوا لا تخافوا، لا لا انا مش خايف اصلا. وش لا؟ أعوذ بالله من الشيطان. أنا خايف، خايف لأنه ذو الهدوء. ما تخافوا، هذا الكلب مدرب منيح. أنا ما تخاف. يا نهار اسكت، ببص لي كده ليه؟ وش فيك يا ناشر الخايف؟ منو خايف؟ أنت. من بين فعلانك؟ أنا ماني بخايف. لا والله واضح إنك ما أنت بخايف، بس من قد أقف ما فعلانك. وش وداني هنا؟ ودك الخوف. انزل انزل يا جني انزل. أنزلك. أنا كيف؟ كيف طلعت هنا؟ طلعت هنا وبراسك لا تنبع. أنا عايز أغير البنطلون كده الوضوء اتنط. أنت كل مرة تغير البنطلون؟ غيرت كل حاجة يا جني. بحرق بناطيل كتير أوي يا جدعان. إيدك مش قادر. بيني يديكم الله يقلعك لقيت إيدك. هات إيدك، ركبي سايبة. عرف غرفة على شارع. أنا ما بدي غرفة واحدة، إحنا فريق كامل. ها يعني فريق كرة قدم؟ لا لا، مو فريق كرة قدم، إحنا في مهمة خاصة لمكافحة المخدرات والممنوعات،
وعم نشتغل في المنافذ البرية، وبدنا نسكن هون لفترة بسيطة لأنه أقرب إلنا. معروف يعني إحنا معنا ثلاث غرف الآن، تمام، ومعنا أيضا الغرفة حقنا وزوجتي اسمها تحفة، تمام، ومعنا أيضا الغرفة حق العمال ما بينا مشلي، يعني ما شاء الله الأمور سابرة. باسم هذا باسمه؟ اسم أبوني. ما شاء الله عاجت الأسامي، عاجت الأسامي. خلوا ادخلوا يا جيل. تعال هنا ما يعض يا ناس. لا تخاف. لو انت خايف. لا ما انا خايف. ما شاء الله والشجاعة ماسك بتجيها كذا. البدل أبو راشد. شوفي بيت الجبل خايف. أول مرة أعرف يعني معنى جملة الراجل ده ركبه سايبة النهاردة. امسك إذا الحبل زين عشان ما يعض ناشف. لكم يا شباب اطمنوا ما بيخوف، هذا الكلب ما بيخوف. قايل لك أنا. ما قايل لي، أنت خايف أنت؟ لا ما أنا بخايف. يعني ما بيعضش؟ لا بيعض، بس وقت بدنا إحنا منه يعض. بس ده شكله ما يطمنش، وأنت جايبه منين ده؟ لك يا زلمة هاد جايبه من هولندا، مدرب منيح. واحد الله والنبي. أخذ 22 دورة بوليسية ومدرب لاكتشاف المخدرات والممنوعات كمان وللتعامل مع المجرمين، يعني أي مجرم بيمسكه. يعني موظف معاهم؟ مثل ما بدك، موظف. والموظف ده على كده بيقبض؟ معه راتب وبدل سكن وبدل تغذية خاصة. هاد مو كلب شوارع ياكل من أي شيء، هاد معه نظام غذائي معين ومعه كمان طبيب خاص. وكمان عنده جواز سفر. الله الله الله، اسمعوا، اللي عنده ولا معه راتب وعنده جواز سفر، تصدق ان احنا حالي من انا ما معنا جواز سفر؟ اي والله ما عندي ثلاثه ولا معنا حاجه. هذا معه جواز سفر، حتى عمي ناصر يشغلنا بغير رواتب باللقمه وبناكل اي حاجه من الشارع عادي. مع 22 قال لك دوره، وانا من 22 ضرس اقدر اكل اي شيء، يعني مفهوم الدوره. الحين ذا يعني كلب شوارع عادي، بس انتوا دربتوه ولا تاخذونه شراء ولا كيف تسوون؟ اللي كنت تعرفوا قديش قيمته هذا الكلب؟ بكام يعني؟ هذا قيمته 60,000 دولار. ايه؟ 60,000 دولار؟ ايه 60,000 دولار. على كده مش عايزين كلب تاني؟ لا لا لا، ما بدنا كلب تاني، اصلا هذا الكلب مدرب. يعني بيفهم الكلام؟ يفهم في التخاطب، في لغة التخاطب. نعم ما شاء الله، وكمان بيسمع كلام المدرب تبعه. حتى شوف هلا. لا تفك. يلا بيقول ماجد روح يقول لك ما يقول من الشوارع، يروح العربية. يروح العربية لوحده. شوف وبيعرف يفتحها. بيسوق كمان. وبيسوق كمان. يا الله، ده عم نسر ما بيعرفش يسوق عربيات. عموما اخي بس يوصل الفريق راح احكي معك. في معك كرت؟ احمر واصفر. وحشة. اسكت يا شبي مثل الجبل. حاضر، هذا التليفون اسجل لك الرقم. تفضل افتح لي الكلمة. معانا تخفض 1%، ما تقلقش، عندك غير تجي. تسلم. تفضل لك الرقم. نوروا في أي وقت. سلم على الكلب. الله معاك. يوصل مع السلامة. لو عوزت يا موظفين احنا موجودين. مش عاوزين شبيبة الجبل. الجبل مش شبيبة. ويدرب وكلب مش في يلا. كرت أحمر ولا كرت أصفر. أول رقباك أبس. عم امشي خوفتنا. شفت يا ابو راشد على كلاب ما شاء الله. ابن الحلال ده شكله يطقطق علينا. وش اللي 60,000 دولار في كلب؟ ما يطقطق يا ابو راشد، ما يطقطق. هذا بيقول لك الكلب متدرب منيح، والمنيح يعني حاجه راقيه، صح يا محمود؟ يعني قصدك واخد منيح دوليه، يعني حاجه عاليه كده. اتوقع. بس في حاجه ابو راشد مش داخله دماغي، مش مخششه كده في دماغي الصراحه. وشو؟ يعني الكلب بيفهم احسن من واد ناشر، وبعدين بيفهم صاحبه بيقول ايه. هذا ده هو قاعد درس لغات. ايوه صح، لانه بيقول له ست وجو بالانجليزي الكلام ده. هذا ست مش بالانجليزي، مش لغه انجليزي. امال دي لغه ايه دي؟ هذا فرنسي. يعني خريجين مدرسه لغات زي بعض. منهم انت والكلب. مالك يا محمود؟ ايه ده؟ مالك ابو راشد؟ ابو راشد الشمس ضربته. ايه ده؟ ايه الرياكشنات الغريبه دي يا ابو راشد؟ مالك يا ابو راشد؟ اوعى يكون اللي في دماغي صح ابو راشد. يا نهار اسكت، الحقونا يا ناصر. يا عم ناصر الحقونا يا جدعان. اتصل لهم. مالكم؟ اتصل لهم. كمان اتصل صاحب الكلب.
الكلب المدرب؟ ايوه تسمع. هم اخذوا رقمي انا ما اخذت رقمهم. كيف ما اخذت رقمهم يا عم ناصر؟ والله لو يحصل لنا حاجه انت تمسعوا. لا تخاف لا تخاف يا ناشد، ما ده ما يخوف. وانت ما بفعلها انا؟ ما اسوي شيء انا، ماني بخايف. واضح ما انت بخايف. ايه عملت التبلكي. ما تخافوش يا جدعان ما تخافوش، انا معايا دورات تدريبيه لترويض الكلاب البريه. بيقول لك كلب بوليسي يعني مدرب منيح جاهز. لوكو لوكو، انا قايل لكم الرجال ذا يطقطق علينا، كيف راح وساب الكلب؟ يمكن زهق من صعب ولا حاجه، راح يكلم مرته في التليفون او يدي اي حاجه من السوبر ماركت جعان. قال لك يفك عن نفسه شويه. الكلب يكلم في التليفون، ما معه تليفون يا عم، هتلاقيه اتخانق من صاحبه كده وراح يفك عن نفسه شويه. فك يا عم ناصر. يا با يا الله يا عم ناصر، يا الله يا الله النبي لا تخافوا. يا الله فك يا باشا. تتشهم دي الحلاوه يا ناس، ونو هذا الكلب الحلو يا ربي محسنك. تعال يا ناصر، فين جبتوا ذا الكلب؟ جنن حبه من قلبه. ما يعضش ولا اي عض، من قال لك انه يعض؟ الله بتمشطي له. ها مشط له 30 سنه ولا عرف مشط في راسي منش. مش اول تجيب الشعر يا ناصر علشان امشط لك؟ اسمع، ايش رايك ان احنا بدون قهال نشيل نربيه؟ ايه نربيه. اهلا وسهلا، تفضلوا يا شباب. تفضلوا شوف الحين بنمشي طلع بندلع على الكلب. ها لا شوف، علشان احنا هناك علشان احنا عائله برستيجيه قوي جدا. جنن الحين اذا عادي كذا ما يعض؟ ايه ما يعض الا البشر يا ابو راشد. يعني انت مش خايفه منه؟ انا عايشه مع عمك ناصر 30 سنه وتشتيني خاف من الكلب. بس انا زعلان منك يا ستي تحفه. ليه يا حبيبي؟ انت نشقر وصغير ليه؟ ولا انتوا مش نفس الفصيل؟ الحين يا عم ناصر حنبه، هذا الكلب حنبه، كيف ناكله؟ بس مش حنبه ولا مشكله ولا في سندوتشات عاديه. يمكن سندوتشات، قال لك الكلب هذا ب 60,000 دولار. يعني المفروض تذبح له غزال، تذبح له ثور، ما هو مثل ناشر يعني تديله نص سندوتش ولا نص قلص شاي، يعني المفروض تذبح له ذبيحه. ومجد له ولا لا يا شباب؟ صح. وبعدين عم ناصر انا بقول نستفيد من الكلب ده، يعني ممكن نخليه حارس للمحطه والفندق دوت، ونديله اجر. تديله ايه؟ اجر. راتب من كيس مين؟ من كيس ماما. هيكون من كيس مين يعني؟ يا عم انا قصدي يعني اللي احنا نحترم الكلب يعني، ونشتغله بفلوس مش ببلاش زي ناس تانيه. انا اقول عندي راي، وش رايكم نستاجر ونيت وخذينا الكلب المنفذ، حطه في المنفذ ما دام مدرب بيعرف طريقه. صح الله لسانك يا ابو راشد. ايه يعني كلام جميل، والاشكال هدره والكلام الفاضي. ايوه ولما بيجي صاحب الكلب يدور له ايش بتقولوا له؟ ها دخلوا احنا بورطه، مالكم جننتم؟ اي والله صادق. قلت لك الكلب هذا حنبه، خلوا له ما ناكله ولا نفعله، خلوا له حاله عندي وبس، اني باكله ما لقي دخل فيه. انا متزوج مصوب يعني. هذا الكلب حق الناس. بسرعة جيت ده للكلب. ايوه كله ده وسكريم، وهذا للبقية. صلح للعيال الثلاثة فول. انا ما تعودوا علي. ده للكلب. ايوه هذاك معي الجواز ولا ماشي معهم جوازات؟ عاشا مال ودواز ادي لك لحم اقوى من هذا. ولا غنتي لفوا؟ ها غنتي لفوا. 60,000 دولار يا ناشر، يتسمم علينا يمرض. الحين وش الدخان وش تسوي انت؟ لحمه سيب الدخان، الواحد بياكل على الريحه. شوف 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 اللحمه، شوف
قولوا ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. هذي هذي علي أنا محمود. نادع على الكلب قال لي أنا ومحمود ما بعز لي. زمان كانوا يضحكوا علينا. لكن ما كان يشوفوا واحد يعني بهذا المسكين يقول هذا عايش عيشة كذا. يعني يكذبوا علينا كذب. في الكلب يقول لحم وإحنا ناكل فوق. اه والله المفروض كانوا يقولوا عايشين عيشة نشر ومحمود وابو راشد. قلنا هذا ده بياخد مرتب ومعاه جوازه يا جدعان. يعني احنا جيتوا تحسدوا لي الكلب بدل ما احنا ادينا يسهر معانا الليله نخليه يفرفش نخليه يضحك. يا عم عاملنا طب معامله الكلب ده ولو يوم في الاسبوع. احمد الله احمد الله على النعمه دي. قد ما بالله هين احمد الله بصني. الكلب بدا يضبح ضحكوا لي الكلب. من ضحكوا؟ ويشوف حالك ناوي يضحك من غير ما نضحكه. اقول لك نكته وتديني حته. ايوه يلا. بيقول لك كلب عنده انهيار عصبي ليه؟ ليه؟ قاعد يهوهو على واحد اطرش. مش حلوه. ليه؟ الحمد لله كده مش حلوه. لا لا شوف الكلب ما ضحك. اجيب له قصيد. سمعنا قصيد ايه. يا كلب يا ابن الكلب لا تسبي يا لا تسبي انا ما انا قاعد اشتم دي قصيده يلا خلاص قصيده سريع سريع اسمع اسمع يا كلبا ترفع في المعالي والرتب يا كلبا تغنى فيه اهل الاغاني والطرب صح لسانك يا ايش رايكم صح دنك الله ريحه اللحمه حلوه قوي انا اغني له يا عم ناصر دي اغنيه تفضل سمعنا نغني لك يا كلب نغني لك هيغني لك ناصر يا ناشر 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 يعني حتى تسميت شله يلا سابره انا غني لك يا كلب ما غنيت الا محمود ابدا الكلب غني له طب غني يا عم سريع يلا هاو 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 شويه شويه هاو 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 وخد عيني هاو 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 شويه شويه هاو 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 وخد عيني لو هاو حاد خلاص يا ناش يا هنا يا هنا مد عليهم مد عليهم ها ها يا جني اقول اقعد فشلتنا انت حرجتنا الكلب حرجتنا من الكلب يلا بسم الله بسم الله ايوه من يد عمك ناصر من يد عمك ناصر ما دناش يد عمك ها يد عمك ناصر ها يلا يلا بسم الله الكلب هنا بسم الله هنا بسم الله هنا هنا روح نام اجلسوا ترقدوا انا ارقد هو يرقد في غرفتكم وشو كفو الشو حنا ننام هنا ها ننام هنا حنا تناموا هنا 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 لو يمرض علينا يمرض يقع في الزكمه والكلب والكلب يرقد في مكانكم ازاي يا عم ناصر يركض في مكاننا شو بشرة تتغير لا لا الصدق الصراحة عم ناصر صادق خلص هو البيجامة حقي في الشنطة لا يبرد لبس البيجامة حقي البيجامة حقي تحسس يا حبيبي لو لبس بعدك يقع بينه تحسس البيجامة حقي ايوه اجل حطه في سرير محمود من جده ده بياخذ الكلب ينام بغرفتنا اه واحنا ننام هنا في الشارع يعني من جده ياكل اللحمة وياكل نافه ماشي بالسلسلة من هنا عاد يشوف علق ياسر يشتري لنا من الدكان بعض العصاير هي هي يلا وبوني هي ايوه هي هي يلا 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 اصبحوا على خير الكلب يصبح على خير احنا جالسين انا خير احنا جالسين راكدين في الصحراء ومحمود خلاص الفول ما معك الا فوق اكل اللحمه كلها ما سابليش حته أنا نورت والله أنا فضلت العمال وخليتهم خير وانتهينا دريت 6000 دولار يا مجنون التلفون حقك وين مشحنه؟ ايش الحمام؟ الحمام موجود هنا ولا البراري موجوده تمام أنا أي موجود أي حاجة تشتيها اضغط رمز النجمة أيوه رمز النجمة اضغط عندك أيوه صباح على خير انتبه لنفسك دعاء النوم باي باي صباح الخير صباح الخير بوني 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 هي يا خروج بغير صفاء صباح يبرد بوني انا مغلق عليها الباب اظن شكله زار الحمام بوني هيا معنا ماله يا جن جي
قوموا 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 الضيف الضيف مش موجود. اي نضيف هذا الساعة يا عم ناصر صلى على رسول الله. الكلب 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 قمت اشوف الغرفة ما عبى احده. شكل واحد شكله مختطف ولا شيء. يمكن راح المدرسة وقالوا كلب متعلم. يمكن راح يجيب فطار ولا حاجة يا عم ناصر، ده كلب بيفهم أحسن منك. يلا يا شباب قوموا قوموا يا شباب بيت الجبل قوموا انتوا. يا عم ناصر ما تخاف، ده كلب موظف يمكن راح الدوام ولا شيء. هذا $60,000 شنو يبيع الفندق ويبيع المحطة ويرجع. قوموا دوروا معي يلا قوموا. اي تمام احنا نلحق بعدك. الآن ابننا قوموا يلا قوموا. روح لك وراك روح سيئ. قم. ايه ده مالها ظلمت ليه؟ قوم يا محمود اياكم قال لك ظلمت. ولا تخلوه بقعة ولا السلة دوروا فيها يلا. عم ناصر ايش كان لابس؟ ناقصاك عم شرشبيل على الصبح. شوفوا بيت الجبال مدري هو اكل هالجني هذا. مشاوير مشاوير يا صباح اللي مش قرف اللي يا الله بالرزق. ها العم ناصر اتصل. ها عم ناصر اشتي كلب. تشتيه مضبي ولا مندي؟ اكلمك جد اشتي كلب ضروري. ان يا عم ناصر بو واحد من صباح الصبح بكر يدور كلب. يا سنة لا تفور دمي تنفعنا ولا خاطرك. خلاص خلاص يا باشا انفعك. اصلا في نجوا عندنا تمام وكان معاهم كلب راحوا لهم ونشيل الكلب عندنا. الان الكلب ضاع ونشيل عن بديل. لا نسود وجيهنا عند الناس عجو وين الكلب ما نقول لهم. الان دبر لي من الجن من الانس اعرف الكلب عندي. اها بس بيكلفكم كثير. انت داري ان الكلاب هذه الايام مشغوله وخاصه هذه الساعه. ولا يهمك انا اشتهي من هذا الراس. خلاص تمام ولا يهمك اعرف كلب مسبع مربع تغدي منه غدا. القطبه لكن الله يرضى عليك. حاضر ولا يهمك. كلب ومن الصبح الله اعلم. بسم الله يا معين. عم ناصر يا عم ناصر. ايوه ايوه تعال تعال اديت لك الغنيمه حقك. ما هو هذا اللي حصل؟ هذا اللي حصلته يا عم ناصر. لو امهلتني يوم يومين ثلاث شدي لك احسن كلب اوسم كلب اسمن كلب. بعدين يا سنان ولا في اي شبه من الكلب الاول. يا عم ناصر ده الشبه ما بينه وما بين الكلب الثاني كلمه كلب بس الحمد لله لدين. هذا ده منك يجي ونمه. هذا ما بيقدر يتكلم. ارجعه. لحظه لحظه ما هو بفعل. ما شاء الله ابو خله خله يرجع. ما هو مثل كلبهم. كلبهم كبير وبعدين ذا ما عنده جواز. ذا ما عنده جواز مثل كلبهم. يعني على اساس انه معك جواز؟ حتى انت ما عندك جواز. بس ما بنتكلم. هادخل عندك كلبه في دخله على المشين خارج. ما بلاش انا عم ناصر عشان انا قاعد. يا اخي لا تاكلش من هذا عندي اكبر منه. ماشي يلا شوف بيت الجبل يلا 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 خلني افتح الباب له. أول مرة يعني تكسفني وما تديش حد طيب النفس. كيف ما طيبش النفس؟ أنت قلت لي تشتي كلب أنا اديت لك كلب. بلاش تشتي كلب. كلب النفس هذه كان معانا أنه حقنا الأول ضاع. تشتي نفسك ما أصير أقول له هذا شيب صغر يومين. دبر حالك الحين حاسبني. كم تشتي كم؟ 50,000. أنا قاعد أشتي أكسبك زبون. 50 كم؟ 50,000. أنا مش شايل وجهك وألعب بحواجبك. لا مو تلعب بحواجبي. أنا اديت لك كلب. أنا أقول لك 50,000. أنا ما أقول لك الكلب حق أصحاب الكهف. أشتري الكلب نفس الكلب من الكلب اللي اديته لي. يقول لي 50,000. 3 4 5 قولي زيادة عليك امساك. 5,000. 5,000 حق أرجل الدجاج اللي كنت أستدرجه فين؟ عقول ها؟ جزاك الله 1000 حق شقاك. يلا 6,000. طول عمرك وأنت وافي. الله يهنيك. جايدي لي كلب مشيب. عاشو عاشو ولا باشو بس ترجع لي مرة ثانية. الو وعليكم السلام. ايوه محطة ناصر.
ها الكلب. اطمنوا اطمنوا، الكلب بخير بالحفظ الصون. بتقوله متى؟ تمام، تنوروا، اهلا وسهلا، وهو كمان منتظر لكم. لا لا اطمنوا اطمنوا، عاد الحين تحمم وغسل اسنانه. اهلا وسهلا تنورونا. يلا مع السلامه. يا ناصر الناس واقفين يشيلوا حقهم الكلب. هلا وينه كلب بوني؟ ما تقلقش موجود موجود موجود. خلينا اشوف فين كلب بوني. لحظة بوني. لحظة بوني يا استاذ، لحظة لحظة، الان هو بيتحمم، دخلناه ساونة علشان يخرج. لو يخرج يشترع بالبرد عيمرض. بسرعة يا محمود بسرعة، بقي الراس، لون الراس، لون الراس بسرعة، صاحب الكلب جاء بسرعة. هلا 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 والشباب، وش الحال؟ يا والله منيح. ايه وين كلب بوني؟ موجود يا ابن الحلال. اسمعك القصيده. أيوة انا أيوة. مسوي قصيده 120 بيت علشان ابوني. لك يا زلمه مو أط... مو أط... صايد هلا، الله يرضى عليك. وين ابوني؟ ما عندنا وايد. هذا هذا. السلام عليكم. سلام. مين هذا؟ هذا محمود صاحبي. يا عم قصده كلب الثاني. خلص هذا الكلب، الكلب حقك. بوني بوني. لا 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 ما عرفته. كلبي هذا. لا ما هو بس عشان عم ناصر قال لنا دخلوه ساونا وعملوا له مساج، فهو كش شوي بودره بودره وكل حاجه. ولا يعني انت عايز يعض عشان تصدق له بوني؟ كلب انا ولا كلب اصلا. من وين جايبينه؟ كلب من وين جايبينه؟ يعني هذا كلب مش حقك هذا؟ هذا كلب شوارع. يا عيب الشوم يا عيب الشوم، ما نسمعكش تغلط علينا. انا ما بغلط عليك. انت حتى تسقف حقنا تقول لنا هذا كلب شوارع هذا؟ اي اي هذا كلب شوارع. يعني خلص لا يجلس معنا يوما قدو كلب شارع. يا بوني بوني هوا هوا هو عشان يصدق. غيرت اسمه، غيرت اسمه الكل، اسمه بوني بوني هو نفسه. يا جماعة مشان الله هذا مو كلبنا، كلبنا تاني تاني كتير. شوف الصورة عندك بالموبايل. أشوف هاي صورة كلبنا. لا 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 دي فلاتر، كلها فلاتر، لا تصدق الفلاتر. في الصورة شيء، في الواقع شيء ثاني. شوف ذا محمود. أيوة لما جبناه من مصر كان أحمد عز، الحين شوف شوف الحين دلوقتي بقى بيت العز. هات 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 هذي شو قاعد. ها خد خد سمي الله كده، سمي الله وخد. هذا مو كلبي هذا. قل له جو، قل له جو، من كلبي من هو؟ قل له جو هيمشي معاك. قل له بوني يمشي يا بوني. جو قل له يروح العربي. قل له قل له يا أخي هذا مو كلبي هذا. كلبي من هو هذا؟ هذا حقك حقك، وغير بس يومين تأكل. خوفوني بوني بوني خوفوني يا قلنا. احنا نسوي فيك مقلب، كيف المقلب؟ ايش تيني اختبرك انت تعرف كلبك ولا لا؟ لكن ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله عندك 6 على 6. خذ الثاني هديه، ادي له الثاني هديه. هذا تبعي انا ما بدي الثاني. ما تعملها مره ثانيه بوني، والا راح اسحب منك الجواز واخليك من غير جواز. زي الشباب يا شباب قدوت ربنا المثل. يعني هيشتغل عند عم ناصر زينا؟ ها هذا من يلا لك. اطلع بوني اطلع. سبحان الله يا ناشد. الكلب ما وده يروح. ايوه عجبه المكان اخي، حبيته اخي. السلام يا بوني. يا بوني بوني. لك مع السلامه شباب. السلامه. الحمد لله تعلمنا لغات. وش بالحسبان؟ وارضى 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 وارض
شنطة وتاهي العنوان راح العمر غلطة اتابع لقطة لقطة شنطة وتاهي العنوان راح العمر غلطة اتابع لقطة